نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل لقائنا. ومصر جميلة، وطبعا مصر جميلة بمحافظاتها المتنوعة، مصر جميلة بأهلها، مصر جميلة بكل حاجة حلوة فيها. النهاردة بنتكلم على مبادرة حلوة يا بلدي. هي مش بس الفكرة ان مصر تبقى جميلة، الفكرة ان احنا نحلي بلدنا، ان احنا نستمتع بجمال بلدنا، ان احنا نحافظ على نظافة والمباني الموجودة اللي في بلدنا. مبادرة ابتدت في الإسماعيلية واتمنى انها تمتد لكل المحافظات، وان شاء الله بإذن الله نشوف مصر أحلى وأحلى السنة دي والسنة الجاية والمستقبل القريب. تفاصيل أكتر عن مبادرة حلوة يا بلدي من خلال لقائنا مع ضيفنا النهاردة سيادة اللواء أشرف فؤاد مصطفى، رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية. أهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على مصر الجميلة وإسماعيلية الجميلة، ومش هننسى طبعا نقول صباح الخير على أهلنا في فايد. طبعا أكيد. اصلا يعني قبل ما نطلع على الهواء انا بتكلم واقول ان اسماعيليه اصلا جميله، يعني هي مكان جميل قوي، تدخل تلاقي نفسك انتقلت لمحافظه مختلفه عن باقي المحافظات، ليها طابع وسمه مميزه ليها. مبادره حلوه يا بلدي، هتعملوا ايه في اسماعيليه؟ انا بس عايز اقول لحضرتك حته صغيره بس، انت حضرتك بتقولي مصر جميله واسماعيليه جميله، ممكن نقول ده شعار. لا بالشعار، هو في اسماعيليه ده حقيقه. يعني ممكن تقول لا ده عشان هنقدم مقدمه سيادتك بتقولي كده، لا 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 فندم، مش شعار بنقوله، لا هي فعلا اسماعيليه جميله وبلد جميله وممتعه. المبادره دي جت عشان حضرتك ايه، نرفع من مستوى الجمال في اسماعيليه، مش ان احنا نحليها اكتر، نحليها يعني اكتر ونجملها اكتر. طبعا المبادره دي كانت مؤسسه اخبار اليوم اطلقت المبادره دي. محافظه الاسماعيليه من اول المحافظات اللي مش ابتديتها استعدت لها. يعني سياده الوزير المحافظ كنا قاعدين قبلها بشهر وما كناش نعرف ان في مبادره ولا اي حاجه. اجتماعات مستمره كل اسبوع عشان متابعه عمليات النظافه ورفع الكفاءه، وان اسماعيليه تبقى في احلى صوره ليها في الفتره القادمه، لان احنا اسماعيليه بؤره الاحداث. عندنا قناه السويس، قناه السويس الجديده، عندنا الانفاق، عندنا السياحه اللي بنستقبلها. فالمبادره دي جت عشان تحلي اسماعيليه. طبعا المبادره ما كانتش متوقفه على المحليات بس بمعداتها بافرادها، لا لا، يعني سياده المحافظ طرح المبادره لجميع اهالي اسماعيليه يشتركوا فيها. مؤسسات، هيئات تربيه وتعليم، شباب ورياضه، تضامن اجتماعي، مجتمعات مدنيه، رجال اعمال، لدرجه انه اشتركنا الجمعيات الاهليه ودور رعايه الايتام اشتركوا معانا، طالعين معانا في الحمله التي تم انطلاقها يوم السبت اللي فات، وكان مشرفنا وزير الدوله لشؤون البيئه كان موجود. المعدات المحافظه بالكامل كانت موجوده في محافظه الاسماعيليه استعدادا لانطلاق الحمله دي. وسياده المحافظ قال طب احنا ليه نعمل في اسماعيليه بس؟ لا 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 ما نعملش في اسماعيليه، طب ما ندخل كل المدن والمراكز بتاعت اسماعيليه، يا ريت على الاقل تبقى، هو قال البدايه تبقى المدينه او العاصمه بتاعت يعني مثلا هنقول فايد دي بتتكون من 5 قرى والمدينه فايد، قال نبتدي بفايد. جميع المراكز والمدن قال نبتدي بالعاصمه بتاعه المركز وننطلق منها لبقيه. المشترك معانا يوم الحمله اول يوم ولغايه بكره ان شاء الله، وهتمتد كمان تاني، اكتر من 1300 شاب وشابه من الشباب الرياضي بالتيشيرتات بتاعتهم بالمنظر الشيك. البنات متحمسه اكتر من الولاد. يعني الولاد بيكسل لكن البنات بتوعنا الجمال بتوع اسماعيليه متحمسين اكتر. ومش مكسوفه انها تمسك المقشه وتعمل في الشارع، مش مكسوفه. وبتقول لك ايوه انا طالبه جامعيه، انا في كليه اداب، انا في كليه تربيه، انا طالبه. اصله مش عيب ان انا انضف بلدي بصراحه، ومش مبسوطين. عيب ان انا اجمل الحي اللي انا ساكنه فيه. تمام كده حضرتك. المبادره بردك هنقول المبادره عشان سياده المحافظ ما تبقاش متفرعه، قال احنا هناخد قطاعات قطاعات. القطاع ده ما نخرجش منه غير لما نحدث فيه طفره. يعني ايه نحدث فيه طفره؟ نشيل كل المخلفات اللي موجوده فيه،
نحاول نوعي الناس انها تحافظ على المستوى اللي وصل ده. بعد كده نبتدي في الدهانات والتشجير والالوان والإسماعيلية طبعا بتتميز دلوقتي اللون البرتقالي بتاعها لون المانجا اللي بتجذب اي حد في الجمهورية انه يوم ما يشوف المانجا يقول إسماعيلية. ده حقيقة. فاحنا برضك الالوان الزاهية الالوان الجميلة اللي عندنا الاماكن الخضراء كتير جدا في إسماعيلية. كان زمان في حاجة اسمها جناين الملاحة دي بس اللي كانت جناين في إسماعيلية وكانت جميلة. نقلنا الجناين دي لخارج كردون المدينة بقى على طريق اسمه طريق الدايري في جنينة الغابة. في الطريق الدايري ده بالكامل اكتر من 6 كيلو 7 كيلو ده مسطح اخضر. حتى سيادة المحافظ مانع لا كشك ولا مش عارف عربية مش عارف ايه ولا عربية الحاجات اللي ممكن تسيء للمنظر. لا حاجتك موجودة جنبك وفي نفس الوقت مظهر حضاري وجميل وخضرة جميلة جدا. وخلي بقى حضرتك هي مش منظومة نظافة وبس. اكيد. هي حاجات متركبة على حاجات. انت حضرتك لو دخلتي مدينة الإسماعيلية من الكارتة هتحسي بفرق كبير جدا من اول الكارتة بتاعت الإسماعيلية. طرق توسعت. منظومة حضرتك على بعضيها مش ما بتعتمدش على النظافة بس. الطرق بقت واسعة جدا. حضرتك ممكن تيجي إسماعيلية تروحي فايد بالعربية المواصلات عامة او مواصلات خاصة في امان. الحركة المرورية في إسماعيلية في امان. متراقبة كلها بالكاميرات الالكترونية. حتى بقت المخالفة اللي في الشارع دي تتاخد كده انه عسكري بقى ياخدها ويكتبها كده. لا ده بقت بالكاميرا. يعني وده احسن. يعني التحدث يقدر ان هو يفيد التحدث في كل المجالات. وبصراحة سيادة المحافظ مدينا احنا كرؤساء مجالس ومدن ما دام بتتحرك في اطار القانون اتحرك. حتى لو غلط مش مشكله بس في اطار القانون برضه. يعني حضرتك عندك قدره اتخاذ القرار في حضرت. اطار ما يتيحه القانون وما والسيادة المحافظ مدينا فعلا الكلام من ده. اعمل ما تخافش خد قرار. لو هتغلط خد قرار برضك مالكش دعوه. القرار يبقى في صالح البلد خد القرار في صالح البلد. هتقابل عقبات مش مشكله. ده إسماعيلية. إسماعيلية فعلا جميله. هتتفرجي على الروعه بتاعتها بعد الساعه 6. تتفرجي على لما تمشي في الطريق الدائري ده تلاقي كل الاسر جميع المستويات منتشره في الجناين بامان. الشرطه متواجده بصفه دايمه. انا كل ده بتكلم على إسماعيلية. ما بتكلمش عن فايد لغايه دلوقتي خالص. لا نتكلم. طب بس ما انا عايزه برضو اطرح على حضرتك فكره معرفش ممكن تبقى قابله للتنفيذ ولا لا. في بعض الاحيان المواطن لازم يبقى مسؤول علشان خاطر يحس باللي بيحصل في الدوله. يعني طبعا الدوله بتعمل مجهودات كبيره جدا عشان تحسين حياه المواطن، لكن في بعض الاحيان بتلاقينا احنا كشعب في بعض الاحيان طبعا ما نقدرش ان احنا نعمم، لكن في بعض الاحيان ما بنحسش بالقيمه المجهود الكبير اللي بيبذل عشان يسهل حياتنا. بمعنى تلاقي مثلا الناس ماشيه ترمي حاجات في الارض، تلاقي واحد راكب عربيته بيرمي من الشباك، وطبعا ده سلوك غير حضاري. احنا لو احنا ما اتغيرناش كشعب عمر ما المنظومه كلها تكتمل. احنا لازم نشارك في الحفاظ على جمال بلدنا. في فكرة دارت في بالي، يعني كتير جدا من الناس ممكن يكونوا طلعوا على المعاش بس عندهم قدرة على العطاء، ستات ورجالة، هل قابل انه مثلا كل حد مثلا في حي ما في منطقة ما تنقوا مجموعة يبقوا زي هيئة مسؤولين عن ده وهم يبقى ليهم تواصل مع الناس بحيث ان احنا نشيل اعباء من على الحكومة، الناس كمان تتحمل المسؤولية وتحس ان هي ما زالت بتعطي لبلدها وما زالت قادرة ان هي تساهم في تجميل البلد، هل ده وارد مثلا؟ لا ده هو مش وارد، ده هو بيتنفذ. طب انا ما اعرفش بقى. لا اقول لحضرتك ازاي؟ انا بقول لحضرتك لا غير الهيئات، يعني انا مش بتكلم على مثلا جمعيات اهلية. لا هتكلم على حاجة تانية خالص حضرتك. احنا نقول 1300 شاب اللي مشتركين معانا دول، ما هو دول تبع أسرة. لما ال 1300 شاب يشتركوا في نظافة الحي بتاعهم أو المنطقة، لما يجي يشوف أي حد بيرمي حاجة هيزعق له، هيقول له لا ما ترميش هنا ارمي هنا، لان هو تعب ونظف. انا في فايد مثلا جاي في كل منطقه نظفناها، انا بجيب وخلي بالك بجيب مين بقى؟ انا بجيب الستات. اما هي اكتر حد هيحافظ. تعالي بقى ادي البهيه وادي الحاجات بتاعت ده وادي الشجره وتزرعوا بقى، هات الولاد ويزرعوا تنظفها وتزرعها
وتدهن البوهيه والجلابيه تتوسخ. وانا عايز كده عشان لما حضرتك الجلابيه بتاعتك تتوسخ او هدومك تتوسخ هتحافظي لما يجي حد يقرب ناحيه البوهيه اللي انت دهنتيها انا مش عايز فنان يدهن، انا عايز ننظف. اشتركي معانا. انا يعني اول امبارح كنت موجود في منطقه اسمها المساكن، فالستات بتتفرج في البلكونه عينا، فبقول لها انزلي. طب هي محرجه تنزل. فانا قلت لها طب عايزين شاي وعايزين حاجه ساقعه وعايزين ميه ساقعه. نزلت ودي نزلت ودي نزلت ودي نزلت، واللي مش قادره يعني المكسوفه قوي تنزل نزلت ولادها. نزلت انسات جمال يشتركوا معانا وبيدهنوا. وحضرتك هتلاقي ممكن في الصور هتلاقي احنا شفنا الصور هنا يمكن بس الدهانات هتبتدي النهارده. الدهانات هتبتدي النهارده. طلبه المدارس برضو ممكن يشتركوا. التربيه الترابيه مشتركه معانا. ده في اسماعيليه في المحافظه نفسها الام اكتر من 600 طالب لغايه سنه ثانيه ثانوي. عندنا في فايد حوالي 50 طالب مش تربيه وتعليم من جميع مراحل السنيه حتى ثانيه ثانوي، ما قربناش ناحيه الطلبه بتوع الثانويه العامه بالقيادات بتاعتهم بالمشرفين بتوعهم بوكيل وزاره التربيه والتعليم بمدير التربيه والتعليم عندي في فايد مشتركين معانا بهيئه التدريس بتاعتهم كلهم عشان احسهم انت تعبت. طب نظفت المنطقه نظفت الشارع حافظ عليه، مش مطلوب منك اكتر من انك تحافظ. وبنغرس كمان فيهم قيم العمل الجماعي، احنا كلنا بنشترك مع بعض عشان نجمل بلدنا. وده ده 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 احنا نقول ايه بقى؟ ده الهدف اللي احنا عايزينه. لكن انا بالبساطه بحاجه بسيطه، مش انت نظفت دي ودهنت دي حافظ عليها. لو حد جه عمل حاجه هنا اشتكيه او قول له ممنوع او اقول له ما ترميش هنا او قول له حط هنا ما تحطش هنا. فده بالمشاركه موجود على فكره حضرتك. مش برضك انا مش بقول لك حضرتك دي شعارات. لا اكيد احنا مش شعارات فعلا لانه اسماعيليه فعلا كده. وبعدين برضك اهالي اسماعيليه جمال بيحبوا دايما عينهم تقع على حاجه حلوه. حتى لو بيجي يشتكوا يعني شكوى للمحافظ لرئيس مجلس المدينه، المشكله الاساسيه هو عايز حته حلوه. عايز حته نظيفه، عايز حته جميله. ما هو كمان لازم يتحمل مسؤوليه ان هو يحافظ على جمال ونظافه المكان. بشاركه معايا بقى طبعا. عشان يبقى مشترك معايا في النظافه يحاول يحافظ عليه. طيب احنا كل ده اسماعيليه ما اتكلمناش على فاين. نتكلم على فاين. السيد المحافظ قال المبادره دي المفروض انها في مدينه الاسماعيليه. فقال طب احنا طب وليه نقف على مدينه الاسماعيليه؟ طب ما ننقل الكلام ده كله لعواصم المدن. هنتكلم عن فايد مثلا على مدينه فايد. طبعا جمعنا حشدنا كل المعدات بتاعتنا وجبنا من القرى بتاعتنا. في اكتر من 100 شاب برده كان بالتيشيرت بتاعهم بمنظرهم الشيك. انا اللي عايز اركز عليه البنات، فعلا البنات بناتنا في منتهى الجمال. ما اعرفش في صور عند حضرتك هتلاقي بنات جميله وماسكه المقشه ومش مكسوفه. ده موجود في فايد. قسمنا قطاعات فيها عشان ان احنا الزائر لما يجي ان شاء الله من اول الكارته مش هيدخل اسماعيليه، ما يدخلش اسماعيليه خالص، يطلع على فايد على طول. على طول على فايد. كان في الطرق شويه كانت ضعيفه طبعا، قوات مسلحه دخلت في الطريق الواصله اللي كان فيها دايما مشاكل. دلوقتي احسن من الطريق الصحراوي ما شاء الله. ويعني خلاص على وشك الانتهاء يعني. مداخل مدينه فايد كل الناس بتجي لنا، لان احنا المسافه بيننا وبين القاهره ممكن توصل لساعه بس. يعني مجرد خرجت من زحمه القاهره يبقى ساعتي في مدينه فايد. طبعا المصيف او اللي عايز يقضي يوم جميل في فايد عايز بلاج ميه كويسه، عايز الفلوس بردك مش غاليه عايز جاي طبعا جاي ياكل سمك، هو وضع طبيعي عايز ياكل سمك. عايز سمك بردك يبقى مش غالي. وفي التوقيت ده عايز ياكل مانجا، المانجا موجوده. عايز بلاج نظيف، عايز مكان اقامه نظيف، موجود في فايد جميع المستويات. عظيم. موجود من اول مثلا ما فيش 5 نجوم، من اول 4 نجوم وثلاث نجوم. قرى سياحيه على اعلى مستوى. انديه القوات المسلحه موجوده على اعلى 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 مستوى. شوف بقول لحضرتك ايه، 3 مرات اعلى مستوى.
مفتوحه للمدنيين، وكانت قبل كده كانت مقيده على العسكريين بس، لا دلوقتي مفتوحه للمدنيين ومفتوحه لكل طوائف الشعب يعني. بس عليها سن قيود بس كقوات مسلحه يعني المظهر اللبس الكلام من ده، وده على فكره عادي ده يعني مش في كل حته يعني مش قيود، هي بس عباره عن تبقى في الاطار اللائق بينا كشعب وكمصريين وكتقاليدنا يعني. عندنا مجلس مدينه فايد عندي 7 بلاجات خاصه بمجلس المدينه بالمحافظه، الـ7 بلاجات دول احنا طورناهم ورفعنا كفاءتهم، والاسعار بتاعتهم بالظبط 50% من الشواطئ اللي جنبنا. يعني لو قلنا المجلس المدينه دي 7 شواطئ، الشواطئ الخاصه في فايد 45 شاطئ مقسمه بين القوات المسلحه بين الهيئات بين قرى سياحيه بين بلاجات خاصه لناس معينه الناس يعني بلاجات خاصه بمجلس ومدينه فايد. طب انا المفروض انا كجهه حكوميه ابسط الامور للمواطن، لان مش كله مستوى واحد. عند البلاجات الاسعار بتاعتها اقل من النص من اي بلاج تاني، اقل من النص من اي بلاج تاني. الخدمه متوفره، الخدمه يعني كراسي وشمسيات، كمان كراسي وشمسيات ومظلات وميه نظيفه، ميه البحر نظيفه. وهي في مشكله عندنا في ميه البحر دي انه العوامل الطبيعيه بتاعت البلاج نفسه بتاعت البحيرات، هي مدينه فايد تمتد على البحيرات 55 كيلو منها 35 بس دول اللي ممكن فيهم بلاجات وفيهم كلام من ده. الطبيعه بتاعت البلاج بتاعت الشواطئ ممكن تخلي شط الميه فيه راكده فممكن تبقى مش كويسه شويه، بس لو دخل جوه كويسه. احنا البلاجات بتاعتنا هي جت كده يعني ان اللي قبلي واللي قبلي واللي قبلي كانوا حافظوا عليها على اساس تبقى ايه مستوى الميه نضيف. الناس اللي بتيجي فتحوا لكل الناس، فتحوا لكل الناس مش مستوى عالي ولا مستوى متوسط، لا مفتوح لكل الناس، ودي توجيهات المحافظ حتى من ضمنها ان الاسعار تبقى في متناول جميع الاسر، لان انا اكتر رواد بيجوا لي من عندي من الشرقيه. اكتر رواد بيجوا من الشرقيه. وطبعا جميع القاهره بتيجي طبقا للمستوى، اللي بيجي المستوى بيدخل على المستوى بتاعه. لكن يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، انا عندي 107 شاليه محجوزين من شهر 12 و1 و2 الى 16/9. طب هايل ما شاء الله، محجوزين ما شاء الله. والاسعار عندي من 200 من 120 جنيه ل 250 جنيه، يعني اللي جاي الموضوع بتاعه سهل يعني. طب عايز ياكل سمك، انا متفق مع محلات السمك دي كلها انه مش عايز مش ما هو مش ما هو لو جه كل مره غالي مش هيجي لك تاني، مش هيجي طبعا، مش هيجي لك تاني. فال السمك فعلا مستوى عالي جدا لان البحر قدامنا، وهو مش عايز يجيب مزارع، يجيب مزارع ما البحر قدامه، ما البحر هو طبعا يجيب مزارع ليه؟ والتكلفه ما فيش، ده بيطلع من البحر يعني ممكن حضرتك وانت واقفه تلاقي الصيادين طالعين من البحر والسمك بيتحط قدامك. هو سيادة اللواء انا بحلم بصراحه انه يعني مثلا فايد وكل المدن المطله على بحار او يعني بحيرات عندنا في مصر انها تبقى زيها زي مثلا نيس وكان ومونت كارلو على اعلى مستوى، يعني يبقى فيها كمان استثمارات اجنبيه، يبقى فيها محلات عالميه، يبقى فيها ده وده، يعني شاطئ عام بس جنبه كمان مثلا فندق 5 نجوم اللي عايز يروح على زي ما حضرتك ذكرت تنوع. بس اعتقد انه لسه محتاجين مجهود اكبر انه يبقى الشكل مختلف. انا ما روحتش طبعا قريب علشان اقدر احكم او اقول، بس مثلا في البلاجات بره بتلاقي مثلا شمسيات لون معين للبلاج ده، هو لون تاني للبلاج التاني وهكذا، حاجات بسيطه قوي بتفرق بس بتدي شكل حلو في الاخر وسمه مميزه. نفسي انها تتحط على الخريطه العالميه للسياحه زي ما الناس بتيجي بتروح الاقصر واسوان وبتزور الغردقه وشرم الشيخ، تروح فايد وتروح العين السخنه. العين السخنه ابتدت بس فايد برضو عايزين نحطها على الخريطة العالمية. طبعا كلام حضرتك ده
بنتمناه. الحاجات البسيطه زي ما انت بتقولي عليها الشماسي والكلام ده ده موجود. لكن الـ 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 المشكله مش في البلاش بس، هي في المنظومه كلها. ما طبعا. يعني زي ما بقول لحضرتك احنا دلوقتي بنرفع كفاءه الطرق عشان حضرتك لما تيجي. يعني انا بصراحه عايزه اخد من القطاع الخاص يصرف على الخدمات اللي هتقدم للمواطن ويدفع، ما هو معاهم فلوس، ما يدفع القطاع الخاص ايه المشكله؟ واحنا بقى كمواطنين ما عندوش قدره ان هو يدفع يستفيد. يستفيد. الرجال الاعمال بيشاركوا بس بردك مش 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 بالشكل الكبير يعني، لكن بيشاركوا معانا فعلا. يعني لو تسوق مثلا كافيهات عالميه، محلات عالميه، ييجوا ياخدوا الاماكن ويعملوا فيها المحلات بتاعتهم ويدفعوا لنا فلوس، واحنا بقى ناخد ونحسن المدينه ونظبط. هو فعلا عامل كده. انا عندي اكتر من بلاج، جبت مستثمرين اجانب وجبت مستثمرين من الدول العربيه عشان يشوفوا اللي عايز يعمل ايه. يطور وانت فدني بالرفع. انا مش عايز منك يعني بردك الفلوس مش هي الغرض من ان انا جبت المستثمرين دول وجبناهم وديناهم المحافظه، انا عايز تطور. يعني هقول لحضرتك على حاجه بسيطه جدا وكانت عملت رد فعل جامد جدا. منطقه البلاجات في تجمعها المنطقه اللي فيها منطقه سياحيه، يعني الاسعار فيها مرتفعه والمحلات والسوبر ماركات وكلام من ده. انا جبت راجل مستثمر واديته حته صغيره كده فتح فيها منفذ يبيع فيها كل المنتجات الغذائيه الخاصه بالشط، السكر، الرز، السمنه، الزيت، الكلام من ده. وزي ما حضرتك شوفي، انا نفسي حضرتك لو جيتي او هبعت لك الصور، عملت زي ما حضرتك بتقولي كده، عملت الشط المدخل بتاعه، عملت كافيتيريا موحده، خمس ست شماسي لونهم برتقاني لون المانجا بردك، المنفذ لونه داخل على البرتقاني، في المنتجات بالظبط بالنص. وده تشجيع من المحافظ عشان قال لك السائح لما يجي او المواطن لما يجي يبقى موجود المواد الغذائيه في متناول ايده وفي نفس الوقت باسعار بسيطه واسعار تكون يعني اكتر من التموين ب 10 سنة ب 15 قرش بس. التموين اللي هو مدعم بتاعنا. لا، استحسان جامد جدا. مجرد المنظر اللي سيادتك بتقولي عليه ده بقى، انه اربع شباسي شكل واحد، كراسي شكل واحد، المنظر شيك، عمل استحسان جامد جدا للناس. موجود والافكار مطروحه، بس احنا كمستعجلين. مش هقول لحضرتك ولينا حق، الناس تعبت والناس صبرت كتير فمستعجله. فاحنا بس بنقول ايه بقى، بنطلب من الناس الحاجه اللي موجوده حاول تحافظ معانا عليها. لازم المستوى اللي احنا وصلنا له حاول تحافظ معانا على الحاجه اللي احنا وصلنا لها. البنيه التحتيه بقى دي بردك الدوله مش متاخره معانا، يعني فعلا الصرف الصحي شغال. بس دي مشاكل، احنا مش عايزين نتكلم عن المشاكل، خلينا نتكلم على السياحه. احنا النهارده بنتكلم على المبادره الحلوه بتاعت حلوه يا بلدي ومصر حلوة جميله. بلدي في اسماعيليه بالشعار، فعلا بالشعار في اسماعيليه حلوه يا بلدي دي، لان هي اسماعيليه فعلا حلوه. احنا بقى ممكن نقول احنا في اسماعيليه بقى لزياده جمال اسماعيليه. المبادره بتاعتنا اسماعيليه احلى واحلى. اسماعيليه احلى واحلى. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك سياده اللواء اشرف فؤاد مصطفى، رئيس مركز ومدينه فايد بالاسماعيليه، نورتنا النهارده يا فندم في مصر جميله. ربنا يخليك يا فندم ومصر كلها بخير، وبندعو كل مصر تيجي تتفرج على اسماعيليه. احنا دلوقتي هنستعد لاحتفالات 6/8 افتتاح قناه السويس، كده مرور عام كامل على افتتاح قناه السويس. بندعو الناس تيجي تشوفها، اللي جات المره اللي فاتت يشوفوا الفرق بقى ويحكموا، وهتلاقي في فرق ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم. هنطلع لفاصل مع كل الساده المشاهدين ونرجع نواصل لقائنا مع حضراتكم وطلبه الثانويه الازهريه، اوائل طبعا الثانويه الازهريه، والشيخ صالح عباس وكيل لجنه قطاع المعاهد الازهريه لشؤون التعليم بالازهر.